واقع ما واقع والو غير خسرنا. لا لا الحمد لله رابحين. الاجواء دازو زوينين، نشطنا كاملين. الميطه الاولى فرحنا، تمرك كي بدينا تمرك البيت كانت شي حاجه اللي زوينه، كما شتي كانوا تقيتيقات، كانت الفنانه جامايكا دازك شي غزال، ولكن الميطه الثانيه تصدرنا فيها. الله يخدمهم الحق، ولكن داكشي داز غزال زوين. واخا خسروا راه رابحين، ملي كيت لك وصل لهاد ليطاب هادي والله الا رابحين، رابحين في قلوبنا وفي المغرب رابحين. كانوا بزاف ديال التعقيبات، الخطه، المدرب، لي شونجمون اللي داروا، بزاف بزاف تاع لي كومونتير. كتبقى هذيك اون تكنيك تحترم، ما نقدروش نتدخلوا فيها، كيبقى الراي تاعنا خصنا نعطيو. ولكن كيشوفوا هما داكشي اللي مسلكهم هما وكيفاش غادي يقدروا انهم يدوزوا ذاك الماتش. حنا المهم عندنا امل اننا نتفرجوا وخصنا نربحوا، ما ربحناش ماشي مشكل، ماشي نهايه العالم. ان شاء الله علاش لا، حيت حنا ما كناش متوقعين اننا وما كناش بغينا نديرو، ما كانش داخله في البروغرام ديالنا. راك عارف كلشي بالنسبه لورغانيزاسيون ديالنا، غير هاد المره طلبونا الناس ولي جون وهذا، قال لك لا بغينا شويه تاع النشاط في وسط الماتش. يعني الا كان ممكن ديروا هاد ديروا لنا هاد العبادي وتكلفنا بها بالكورديناسيون مع ال ايفنت وكين زيروس غاردن اللي كنشكرهم كاملين، ديبارتمون كوميرسيال اللي كانوا معايا، ديبارتمون اف ان بي، تبارك الله عليهم، دي جون سو كابابل وتعاملوا معنا زوين وحضرتوا معنا كل شيء. ضروري نشط في الشوط الاول فاش داروا داك الهدف الاولاني، نشط صراحه وغنيت من قلبي، وكنت كنتمنى ان ديك الفرحه ديالي تكمل في الماتش كامل وان شاء الله، ونكمل الفرحه ديالي ونفرحوا مع الناس ونفرحوا في هذا الوطن اللي جينا تفرجنا فيه ويكون داك الشيء زوين، ولكن ما كتبش ما كتبش. غنيتي واحد الاغنيه تاع والو هذيك غنيتها بالحرقه اللي كانت فيا في ديك اللحظه. انا ما بغيتش نغني من بعد مثلا الماتش، صافي ما باقيش رشقات ليا، حيت الانسان الفنان اللي بغى يغني خاصو يعطي داكشي اللي في قلبه ويكون فرحان. الا مشى شي بلاصه خدم فيها وما كانش ناشط مع ليكيب اللي كاينين تما وهذا، راه ما غاديش يعطي داكشي اللي في قلبه. الا لقى شي شوك ولا شي حاجه راه ما غاديش يخدم. داكشي انا مني ما دازش المنتخب ما لقيتش ما نعطي، ما لقيت ما نقول، واخا تيناديو عليا باش زعما ندير شي لعيبه هكا، لقيت هذيك والو والو هي اللي سلكتني وهي اللي دوزتني وصافي. ولكن واخا هكاك الدراري ما عليهمش، وكنتمناو ليهم مره اخرى ان شاء الله روح رياضيه. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.